الطريقه اللي انت بتشتغل بيها دي مش هتنفع بها يا فندم. سيادتك لو كنت اديتني فرصه كنت خليته يتكلم. ما كانش هيتكلم ولا انا كنت هوافق على الطريقه اللي انت استجوبت بيها. شغل زمان ده خلاص انساه يا بهاء. اتفضل. صباح الخير يا سعاده الباشا. صبري باشا اتفضل. ازيك يا بهاء يا ابني؟ صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا يا صبري باشا اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا يا فندم. الحقيقه انا لقيت نفسي يعني فاضي شويه قلت اجي ادردش يعني مع حضرتك. انت تشرف في اي وقت يا صبري باشا. تقدر تمشي انت بقى. متعب شويه بقى بتاع شغل بس محتاج يتظبط شويه. المهم اخبارك ايه؟ يعني هو معك دلوقتي وسليم ايه هرب؟ ماشي ماشي انا في انتظارك. يلا عرفت توصله للدكتور حمزه؟ جايبه وجايبيه على هنا دلوقتي. عظيم. لو عرفت تخلوه يتكلم هتعرفوا منه كل اللي انتوا عايزينه. ما اظنش انه هتكلم بسهوله. اللي خلاه يساعد سليم ممكن يخليه ما يتكلمش. والله يا باشا هقول لك ايه، بس شغلتنا دي ما فيهاش اي حاجه سهله ابدا. انا عطلتك بقى فيه كفايه، هستاذن انا. يا صبري باشا انت تنور في اي وقت، على الاقل نستغل خبرتك دي. يا باشا العفو، لو حضرتك عوزت اي حاجه كلمني في اي وقت. ان شاء الله. سلام عليكم. مع الف سلام. انت سايب الباب مفتوح؟ انت نمت ولا ايه؟ ادخل. يا نهار ابيض حاج فواز، حاج فواز يا نهار ابيض. الو الاسعاف؟ حمزة مسك دكتور السجن. متأكد؟ شفته هو بيقبض عليه وزمانه دلوقتي واخده على الوزارة عشان يحقق معاه. تفتكر هيتكلم؟ أكيد هيتكلم. انت جايبني هنا ليه؟ ها؟ جايبني هنا ليه؟ هتعمل فيا ايه بقى؟ هتعمل فيا ايه؟ هتعمل فيا ايه؟ انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. هتنطق وتقول لي مين اللي وراك ولا تغاب عليك؟ والله ما ليا ذنب في حاجة، أنا كنت بنفذ الأوامر. أوامر مين؟ أوامر مين أنت؟ أنت! لا صبري. فيس حكم الاعدام تم بمساعده اثنين، عشماوي اللي المفروض ينفذ حكم الاعدام وما نفذوش، ودكتور السجن اللي اعلن حاله الوفاه وهو لسه عايش. والاثنين دول ما عملوش كده من نفسهم، لا كان في واحد وراهم هو اللي اجبرهم انهم يساعدوا سليم، والواحد ده مننا. وده كان التفسير الوحيد والمنطقي واللي بيرد على كل الاسئله
وده كان في حد ذاته مشكله وكان لازم نرد عليها وبسرعه. كون ان الوزاره مخترقه وفي الوقت ده بالذات كارثه، عشان كده كان لازم نكشف مين اللي ورا جابر وسليم. واتضح ان الشخص ده هو اللي هو صبري فهيم. حمزه مالك انت مش معانا ولا ايه؟ ده يا فندم انا تمام تمام حضرتك جدا. طب يا حمزه تعالى عايزك بعد اذنك. حمزه انت لو مش عايز تكمل الاجتماع بلاش. انا اسف يا فندم ان انا سرحت جوه بس. حمزه انا عارف العلاقه اللي بينك وبين اللي هو صبري شكلها ايه وعامله ازاي، وعارف ان اللي بيحصل دلوقتي صعب عليك قد ايه، لكن الظروف اللي احنا فيها مش مستحمله، وعشان كده انا بديك فرصه لو عايز تنسحب انسحب. لا يا فندم انا بس كنت عايز اتاكد ان هو اللي ورا جابر وسليم. طيب يا حمزه لو اتاكدت. انا بنفسي يا فندم اللي هقبض عليه. وانا مش عايز اسمع منك اكتر من كده. يلا بقى نكمل الاجتماع. اتفضل يا فندم. صاحي؟ من بدري. خير؟ ايه اللي شغلك؟ حاجات كتير. انت اللي خير، شكلك عايز حاجة؟ صراحة في حاجة مهمة محتاجينها وعايزك تجيبها لنا بسرعة. حاجة ايه؟ خطة تأمين السجون في وقت الطوارئ. اشمعنى؟ مش وقت وسليم. المفروض اجيبها ازاي دي؟ انت عارف ازاي. كلمه بس وهو هيتصرف. باشمهندس سليم أبوك تعب ونقلوه المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حمزة بطل بقى الهباب اللي عمال بتبلبعه ده كل شوية. هتقع من طولك. هتتعب. ضهري هيموتني. لازم اخد له حاجه. ايوه بس انت كده مش هتعرف تكمل. كل واحد فينا وله اخر. اهدى على نفسك شويه. ما عادتش تفرق. خلينا في اللي احنا فيه. ماشي براحتك. هتعمل ايه مع اللي هو صبري؟ هعمل ايه يعني؟ زي ما قال اللي هو سيف، لازم نتاكد الاول ان هو كان بيساعد سليم. بص يا حمزه انا عارف اللي بينك وبين اللي هو صبري عامل ازاي، بس لو طلع هو هتعمل ايه؟ لو طلع هو اللي ساعد جابر وسليم هو اللي جابه لنفسه يشيل بقى. مش هينفع يا سليم. يعني مش هينفع؟ ده ابويا يا شيخ جابر، ابويا. ابوك ما دام داخل المستشفى يبقى اكيد متراقب. يعني انت لو رحت له دلوقتي هتقبض عليك من قبل ما تشوفه كمان. تعال يا سليم. تعال يا ابني وشوف انت عايز تعمل في نفسك ايه. يعني هسيبه في المستشفى كده لوحده؟ ده ملوش غير، ملوش غير يا شيخ جابر. وانت لو رحت له هتعمل له ايه اصلا؟ ابوك تعبان يا ابني. وانت مش هتسيبه ولا حاجه. يعني استنى لما ربنا يكرمه ويطلع من المستشفى ويرجع بيته وبعدين نبقى نفكر هتشوفه ازاي. لما دلوقتي لو رحت له هتتمسك وانت عارف كده كويس. طب اسمعني انا ممكن اسمعني انت يا سليم. مفيش حاجه قلتها لي ولا طلبتها مني وانا قلت لك عليها لا، لكن المره دي بقى ما ينفعش. انا قلبي عليك. الروح لابوك مش هينفع وده اخر كلام عندي. خش يا سليم. خش يا ابني صلي لك ركعتين وادعي له ان ربنا يقومه بالسلام. خش.
يلا يا اخوانا كل واحد على شغله.